الزمالك يفوز بفضل تألق محمد صبحي، محمد شحاتة، عمر جابر واكيد عبد الله السعيد. كابتن عمر، اعتقد انه فوز مستحق للزمالك على سيراميكا كليوباترا. مستحق، ويمكن قلنا الشوط الاولاني اللعيبه ما اثرتش، لكن القائم والعارضه منعوا 3 اهداف مؤكدين. يعني استمر الحال في الشوط الثاني. الحقيقه نادي الزمالك على نفس النهج الهجومي والضغط، لكن هنا بس انا يعني عشان في مشهد اتكرر للمباراه الثانيه على التوالي بالنسبه لنادي سيراميكا، هو عدم الحفاظ على الفوز. كان كسبان انبي المباراه الاخيره 2-0 ومضيع اهداف كتيره نتيجه الحقيقه الاستعراض اللي كان مبالغ فيه. النهارده بتتكرر النتيجه بالظبط كده، النهارده نفس الكلام بالظبط، نفس الكلام. طب ايه الاسباب؟ السبب الرئيسي اولا حاجتين. الحاجه الاولانيه هي خروج معظم اللعيبه المهاريه اللي كانت متالقه الشوط الاولاني. الشوط الثاني هبط الاداء، لان يعني الحقيقه البديل مش على المستوى. يعني الحاجه الثانيه هي لو عملنا مقارنه بين جوميز مدرب الزمالك وبين الرمادي الحقيقه مدرب سيراميكا، انا اعتقد ايمن الرمادي لازم يراجع شويه افكاره انا من وجهه نظري الغريبه شويه. بمعنى انت كسبان 1-0 ويعني اتكرر الموضوع ده في مباراه انبي اللي خسرت فيها 3-2، معرفش ليه ما بيأمنش نص الملعب الدفاعي. تقصد حضرتك بعد التقدم أمن وحافظ؟ أمن إن شاء الله بعد 10 دقايق ربع ساعة من الشوط الثاني، مش لازم من بداية الشوط الثاني. ده ما حصلش، وبالتالي هبط الأداء. عكس بقى مستر جوميز الحقيقة جازف، واحنا يمكن كنا بنتكلم قلت لك دي مجازفة، لكن تحديدا في تغيير دونجا بالظبط كده. هو خسران 1-0 خرج دونجا، ايا كان بقى مصاب او غير مصاب، بقى بيلعب بدون اي عمق دفاعي في نص الملعب. هي يمكن حتى اتكلمنا انا وانت هي مغامره لابد منها طبعا، لانه خساره 1-0 زي 2-0 بالنسبه له، انما عايز يرجع فلازم يعمل تغييره فيها مخاطره. جاب الجونين، عمل ايه؟ نزل رؤى امن بيه نص الملعب، وكلنا متفقين ان قلب الملعب الدفاعي اللي بيسيطر عليه بيسيطر على المباراة. فنزل جنب زياد بالظبط كده، ونزل نيمار، فقفل برضه، عمل زحمة في نص الملعب، قفل خلاص لأنه كان كسبان. فده الفرق بين المدرب والمدرب. مدرب أنا مش عايز أقول بيكابر، بيلعب بنفس العناصر، حمل عالي جدا على محمد عادل لوحده في قلب الملعب. مدرب تاني خسران وبيجازف، وبعد ما بيجازف وبيكسب بيأمن. صح، فده الفرق بين الاثنين مدربين، وده اللي ادى الافضليه طوال المباراه او الشوط الثاني بالتحديد لنادي الزمالك.